شهدت محافظة الدقهلية ارتفاع حصيلة توريد القمح إلى 257 ألف طن ليرتفع إجمالي ما تم توريده لصالح شركات تسويق القمح بالمواقع التخزينية إلى أكثر من 2,557,000 ألف طن قمح. هذا وقد تم تشكيل غرفة عمليات لمتابعة موسم القمح في حصاد 2024 وتذليل أي معوقات، تزامناً مع استمرار العمل بالمواقع التخزينية والمتابعة المستمرة مع اللجان المشكلة لاستلام القمح خلال الموسم. في إطار تواصل موسم توريد القمح أهم المحاصيل الاستراتيجية، ارتفعت حصيلة توريد القمح بمحافظة الدقهلية إلى أكثر من 245 ألف طن بجميع المواقع التخزينية بالمحافظة، بالإضافة إلى توريد نحو 11 ألف طن خارج نطاق المحافظة، فضلا عن أكثر من 1422 طن قمح محلية لإنتاج التقاوي. بهذا الحجم من الإنتاج يكون إجمالي ما تم توريده لصالح شركات تسويق القمح بالمواقع التخزينية أكثر من 2,557,000 ألف طن. بتبدأ العربية بتخش الأول، بتفرز الأول لجنة الفرز، وبعد كده بتخش على الميزان توزن قيم، وبعد كده بتخش على النقرة بتفضي، وبعد كده بتخش توزن صافي، ودرجات التقريض 3 درجات 22.5 23 23.5 حسب درجات النظافة. من هنا يبدأ تخزين القمح في صوامع، في خلايا الصومعة عبارة عن 6 خلايا، كل خلية سعة 5000 طن. بيتم طوال العام طول فترة تخزين القمح في هذه الخلايا عمليات صيانة دورية وفحص واستلام وتقليب ومتابعات درجة حرارة. وخلال موسم 2024 تم تحديد أسعار شراء القمح لصالح الهيئة العامة للسلع التموينية بسعر الإرداب بنقاوة 23.5 ب2000 جنيه على أن تكون خالية من الإصابة الحشرية والرملي والزلط، ولا تقل عن درجة نقاوة 22.5 قيراط. العربيات زي ما حضرتك شايف بتخش في لجنة الفرز، بناخد عينات متماثلة من السيارة على حسب درجات النظافة بنحددها على حسب، وبعد كده من خلال درجات النظافة بيتم سعر الأرداب. موسم ممتاز والتوريد ماشي بطريقة سليمة، وإن شاء الله رب العالمين عندنا من حيث النوع في 3 درجات، الدرجة 22.5 ودرجة 23 ودرجة 23.5. ولمتابعة موسم القمح تم تشكيل غرفة عمليات لتذليل أي معوقات بالتعاون مع هيئة سلامة الغذاء بمحافظة الدقهلية وكافة الجهات المشاركة، إلى جانب استمرار العمل بالمواقع التخزينية والمتابعة المستمرة مع اللجان المشكلة لاستلام القمح.